السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، اللهم امين. نبدا باذن الله عز وجل على عجاله في حل اختبار الدوره التاهيليه كتاب التيسير في علم التجويد، وهذا الامتحان يعني قد اختبرتموه جميعا، وساجيب عن الاسئله يعني على عجاله باذن الله عز وجل. أول سؤال يا أحبة، طبعا الأسئلة يعني جاءت عشوائية وليست مرتبة. حق الحرف هي الصفة الملازمة للحرف مثل التفخيم والترقيق، يعني الجملة إلى هنا صحيحة تمام، لكن مثل التفخيم والترقيق لا. التفخيم والترقيق مرة أخرى، حق الحرف هي الصفات الملازمة للحرف مثل التفخيم والترقيق، إلى هنا الجملة صحيحة. التفخيم والترقيق صفات عرضية، يعني مثلا الراء تأتي مفخمة وتأتي مرققة، يعني ليست ملازمة الحرف كالهمس والجهر تمام، فالجملة خاطئة. اثنان، حكم العمل بالتجويد فرض كفاية. العمل بالتجويد يا أحبة يعني حكم تطبيق العلم النظري، قلنا العلم النظري فرض كفاية والعلم العملي فرض عين على كل قارئ للقرآن ولو كان آية منه. طب ايش هو فرض كفاية؟ حكمه ليس العمل بالتجويد، حكم العلم بالتجويد. العلم بالتجويد اللي هو التجويد النظري فرض كفاية تمام. اللحن الخفي شديد الخفاء لا يأثم فاعله، بل عليه أن يجتهد ويتعلم. طبعا شديد الخفاء يختلف عن بسيط الخفاء. لا يصح الاستعاذة بلفظ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لأن الاستعاذة صيغة واحدة. لا، قلنا الاستعاذة أكثر من صيغة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأعوذ بالله من الشيطان، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم تمام. الوقف التام هو الوقف على كلام أتم معنى ولا يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى، وهذا لفظ يعني قلنا الوقف التام لا يتعلق بما بعده، يعني كنهاية قصة والابتداء بقصة ثانية. قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا، السكت على ألف مرقدنا من السكتات الواجبة، وهذا صحيح. قلنا وقيل من ران، كلا بل ران، على مرقدنا وعوجا تمام، هذه كلها سكتات واجبة عند حفص. علامة الميم في المصحف هي علامة الوقف اللازم، هذا صحيح. أما الميم التي يعني ميم كاملة بخط تحتها كهذه مثلا، يعني لو قلنا قليلا فقط، لو قلنا هذه هذا إقلاب، لكن هذه تسمى وقف لازم تمام يا أحبة. طيب، حرف الخاء في كلمة خالد يفخم درجة ثالثة؟ لا، قلنا مفتوح بعده ألف درجة أولى تمام، مفتوح ليس بعده ألف درجة ثانية، مضموم درجة ثالثة، ساكن درجة رابعة وفيها تفصيل، ومكسور درجة خامسة. كلمة آن ذكرين فيها مد لازم كلمي مخفف؟ لا، قلنا مد لازم كلمي مخفف هي في كلمة واحدة بالقرآن وهي آل أنا. همزة الوصل في الأسماء يبدأ بها مضمومة إذا كان ثالث حرف في الكلمة مضموم ضم لازم. همزة الوصل في الأسماء لا، في الأفعال يبدأ بها مضمومة، أما الأسماء قلنا يبدأ بها مفتوحة تمام، سواء كان اسما يعني سماعيا أو اسما قياسيا كالأسماء السبعة أو الأسماء الثانية. همزة القطع هي التي هي همزة تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج، لها همزة الوصل التي تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج. مخرج حرف القاف أقصى لسماع الحنك الأعلى صحيح. صفات حرف الخاء همس ووخاء واستعلاء وانفتاح واصمات. ألف لام ميم الله، حرف الميم في فواتح السور تمد مقدار حركتين
حركتين وجها واحدا فقط. قلنا مين يا أحبة في وضع الصور؟ قلنا تمد ست حركات لزوما، إلا في هذا الموضع فإنه يمد حركتان أو ستة. تمام؟ ألف لام ميم الله، أو ألف لام ميم الله. تمام؟ عند وضع صورتين من بعضهما يجوز لنا أن نأتي بأربع أوجه. عند وصل صورتين ببعضهما يجوز لنا أن نأتي بأربع أوجه، هنا خطأ من أولها. عند وصل صورتين عندنا ثلاث أوجه ووجه ممتنع، ثلاث أوجه ألا وهي وصل الجميع وقطع الجميع وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث. تمام؟ قرأ حفظ كلمة مجراها بتقليل الألف، ليس بتقليل الألف بل بالإمالة، مجري مجري. تمام؟ نوع الوقف على كلمة الله في قوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض، هذا وقف حسن لأنه متعلق تعلق شديد بما بعده. قرأ حفص حمزة الوصل في كلمة ابن بالكسر بالضم بالفتح، لماذا قرأها بالكسر؟ لأنها مضمومة ضما عارضا، يعني لو جئنا بالمفرد ماذا نقول؟ نقول ابني ني، أصبحت مكسورة. تمام؟ لكن في الجمع قلنا ابنو نو، مضموم النون، ثالث الفعل مضموم. تمام؟ عندما يتغير ثالث الفعل نقول عنه مضموما ضما عارضا، لذلك يحرك بالكسر. تخلص حفص من الدقاء الساكنين في كلمة إذا الشمس، قلنا إذا كان الحرف الأول الساكن حرف مد يحذفه حفص، حذف حرف المد. حكم الراء في كلمة ريح، قلنا إذا كانت مكسورة أو ساكن ما قبلها مكسور توقف. قرأ حفظ كلمة ضعف في المواضع الثلاثة، الله الذي خلقكم من ضعف بالفتح والضم، قال قرأ الله الذي خلقكم من ضعف والله الذي خلقكم من ضعف، ثم خلق من بعد ضعف قوة، ثم خلق من بعد قوة ضعفا وشيبة، قرأ بالفتح أو الضم. سند الإمام حفظ، السند يا أحبة من خواصه أنه يكون متصلا، يعني هذا الإمام سمع عن الذي بعده. طيب حفص سمع عن عاصم، هل عاصم سمع عن علي وعثمان وزيد وأبي رضي الله عنهم أجمعين؟ لا، بل إنه سمع عن أبي عبد الرحمن السلمي، وأبو عبد الرحمن السلمي سمع من علي وعثمان وزيد وأبي. قراءة القرآن ببطء مع مراعاة أحكام التجويد تسمى التحقيق. معنى صلى في الرسم العثماني جواز الوقف مع كون الوصل أولى. كلمة أحد في قوله قل هو الله أحد عند الوقف عليها فإنها قلقلة كبرى شديدة، قلقلة كبرى أشد، قلقلة صغرى كبرى شديدة. لماذا يا أحبة؟ لأنها ساكنة في آخر الكلمة. طب لو أنها متوسطة وجاءت ساكنة يعني لقلنا عنها قلقلة صغرى، لو أنها مشددة وفي آخر الكلمة قلنا عنها كبرى أشد. حكم التفخيم والترقيق في الألف، الألف قلنا يعتمد على ما قبلها، إذا كان ما قبلها مفخما تفخم، وإذا كان ما قبلها مرققا ترقق. شرط الإدغام أن يأتي في كلمتين، فإنه إن أتى في كلمة واحدة فإنه يسمى إظهاراً مطلقاً، وفي أربع كلمات مذكور في القرآن دنيا وبنيان وصنوان وقنوان. حروف مد ألفات أو ألفات، نقص عسلكم حي طهر، حي طهر. استثنى حفص من الصلة أربع مواضع منها، قلنا هنا ملاحظة ضاع علامة على كل إجابة صحيحة، يعني هناك أكثر من إجابة صحيحة. تمام؟ أرجه وأخاه وفألقه إليهم، أما عذابه أحد فيه فيها صلة وبه بصيرا فيها صلة. كلمة سو بفتح بفتح السين فيها مد لين، أما كلمة سو بضمها فإنها مد متصل، يعني بالفتح تأتي عندنا واو ما قبلها مفتوح تصبح مد لين، أما إذا كانت واو ما قبلها مضموم تصبح مد متصل. هنا يا أحبة انتهت الأسئلة وننتقل إلى كتاب اللطائف. هل أحد عنده أي سؤال في هذه الدورة؟ أحبابنا، هل أحد عنده أي سؤال في هذه الدورة؟ طيب نأتي الآن يا أحبة لكتاب اللطائف وفوائد نحلة القراء. قلنا يا أحبة سنجيب عن خمس اختبارات. تمام؟ الاختبار سهل، يعني هنا صفحتان فقط الاختبار. تمام؟ هذه الاختبارات من الخمسة سيأتي منها اختبار واحد، يعني من مجموعها، يعني لن يخرج الاختبار من هذه الخمسة. تمام يا أحبة؟ طيب الآن لن أجيب لوحدي بل إنكم أنتم الذين يعني ستجيبون.
أرجو من الجميع أن يرفع يده. يعني أحب الأسئلة سهلة جدا 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 جدا. أرجو من الجميع أن يرفع يده. أحبابنا أرجو من الجميع أن يرفع يده. طبعا يا أحبائي إشارة رفع اليد تجدها raise hand في أسفل برنامج الزوم. أرجو من الجميع أن يرفع يده. طيب نبدأ. أستاذ علي علي السلام عليكم. أستاذ علي علي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اقرأ السؤال الأول. السؤال الأول نعم. نعم. ينبغي يعني من أولا السؤال الأول. يلا. علامة صح أمام العبارات الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارات الخاطئة. تمام. اقرأ ينبغي. نعم. أقرأ السؤال. هل أكبر الشاشة لك؟ لا لا واضح شيخنا واضح. يلا اقرأ اقرأ. نعم ينبغي لحامل القرآن. ينبغي لحامل القرآن أن يفرح لمدح الناس لأنه نال المدح والثناء بعد جهده وتعبه. صح أم خطأ؟ ينبغي لحامل القرآن أن يفرح لمدح الناس. لا هو صح. ماذا؟ ينبغي لحامل بس دقيقة شيخنا لحامل القرآن يفرح لمدح الناس لأنه نال المدح والثناء بعد جهده. لا لا خطأ شيخنا. لا ينبغي أن يعني ألا يغتر بمدح الناس أو ذمهم. تمام؟ أن يستوي عنده المدح والذم. تمام؟ هذا إجابة خاطئة. إجابة خاطئة. تمام يا أحبان؟ طيب هكذا سنجيب. إجابة خاطئة. طيب أستاذ مؤمن عبد اللطيف السلام عليكم. بارك الله فيك أستاذ مؤمن عبد اللطيف السلام عليكم. يعني يا أحبة سأجعل يعني الجميع يستطيع أن يلغي المايك. مؤمن عبد اللطيف السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأ الثاني بسرعة. من عظيم حب الله لأهل القرآن أن يؤيدهم ويرعاهم فإذا دخل العجب إلى قلوبهم رباهم الله ليحميهم من آفة العجب. صح 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 أم خطأ؟ صح. ركز. ما من عظيم حب الله لأهل القرآن أنه يؤدبهم ويرعاهم فإذا دخل العجب إلى قلوبهم رباهم الله ليحميهم من آفة العجب. صح أم خطأ؟ صح صح ممتاز. وهذا يعني في قصة الكسائي عندما يعني أراد أن يقرأ بالخليفة وأخطأ في سورة الكافرون أخطأ بصد الفاتحة وهذا عندما أعجب في نفسه. تمام وذكرنا ذلك في الكتاب. يعني إجابة صحيحة. تمام. أستاذ علاء أبو جمال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الثالث الأفضل. الأفضل لحامل القرآن أن يصحب الغافلين والبطالين لكي لا يكون انتظارياً. خطأ طبعاً. طبعاً خطأ. لماذا يا أحبائي؟ يعني واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. تمام؟ إجابة خاطئة. كثر. طيب أنا سأقرأ السؤال وسأنادي على الذي سيجيبه. شوق الجاوي السلام عليكم. شوق الجاوي السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. طيب كثرة ذكر الموت من الأمور التي تطفئ الهمة لأن ما بني سوف يهدم. صح أم خطأ؟ ذكر الموت هل يطفئ الهمة أم يعني كثرة ذكر الموت هل يطفئ الهمة أم يعني الهمة؟ صح. ذكر الموت كفى بالموت واعظا. ذكر الموت يرفع من الهمة واعظا. نعم يرفع من الهمة لا يطفئها. تمام. خطأ. الموت يرفع من الهمة لا يطفئها. تمام يا أحبة. نعم ترفع لا تطفئ. نعم بعد
شرط الجاوي. صلاح عبد الله السلام عليكم. صلاح عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كان المقرئون لا يقرؤون القرآن في لا يقرؤون القرآن في مواطن الرباط لأنهم في عبادة الجهاد. هل صح أم خطأ؟ خطأ أعتقد. خطأ. لماذا؟ وهذا دليل. الإمام الأزرق قرأ على ورش 20 ختمة ما بين تحقيق وحدر، وقال الختمة التي بالحدر كان يقرأها إذا رابط معه في الإسكندرية، يعني خطأ. فما يحبه؟ طيب. الذي بعده حارث جبريل. السلام عليكم. حارث جبريل، اشتغل القراء بالقراءة والإقراء دون رواية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، صح أم خطأ؟ حارث جبريل، طيب. إسماعيل أبو محمد، السلام عليكم. إسماعيل أبو محمد، السلام عليكم. عليكم السلام. اقرأ، اشتغل القراء بالقراءة والإقراء دون رواية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، صح أم خطأ؟ ممكن. ماذا أرسل أبو إسماعيل أبو محمد؟ نعم نعم، لكن أنا لم نسمع شيء. ممكن نعم؟ لا لم أسمع. أيوة، تفضل. أي سؤال؟ اشتغل القراء بالقراءة والإقراء دون رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، صح أم خطأ؟ هل تركوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم واشتغلوا بالقراءة فقط؟ لا، خطأ. تمام، اهتموا بالحديث واهتموا بالقراءة. نعم. طيب. يعني اهتموا بالحديث وبالقراءة. نعم. طيب ياسر، السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. كان القراء يطلبون من الناس النفقة لأجل رحالهم لطلب العلم والإقراء لقلة وقت العمل والكسب لديهم، صح أم خطأ؟ خطأ. خطأ. كانوا يتعففون من شربة الماء. تمام. مستقيم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من لم يجد عملا أو دخلا أو كفالة من القراء أجيز له أن يأخذ شيئا من المال دون اشتراط على المتعلمين، صح أم خطأ؟ صح. يجوز له، لكن إن اشترط أيضا جاز ذلك. تمام. نعم. أجيز له أن يأخذ دون اشتراط، يعني لم يجد عملا ولم يجد دخلا ولم يجد مؤسسة تكفله. تمام. جاز له أن يأخذ شيئا من المال دون اشتراط على المتعلمين قبل أن يبدأ معهم، وإن اشترط أيضا يجوز ذلك. تمام. تمام تمام تمام. طيب بعد ذلك، اللهم صل على سيدنا محمد. طالب العون من الله، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. ما اسمك حبيبنا؟ حسام الدين. ماذا؟ حسام الدين. حسام الدين. من الأدب أن يشترط الطالب على شيخه عددا من الآيات يعرضها عليه في كل مجلس إقراء. نعم يجوز، ولكن شيخنا إذا أقول من الأدب أن يشترط الطالب على شيخه. لا، ليس من الأدب شيخنا. ليس من الأدب. تمام. نعم، لأنه يتركها للشيخ. الشيخ هو الذي يعني هو الذي يشترط على الطالب، أما الطالب لا يشترط على شيخه شيء. لا يشترط شيء. نعم. عبد الرحمن، السلام عليكم. وعليكم السلام. يحرص القارئ على الإقراء في المساجد الكبيرة ويتجنب المناطق البعيدة النائية لأنه يبغي زيادة الأجر. لا، هذا خطأ. هذا خطأ. نعم، كل الأماكن هي خير لله عز وجل. نعم. تمام. طيب الآن اختر الإجابة. طبعا يا أحبة، الأسئلة في الاختبار كلها اختر، ستكون كلها اختر، يعني صح والخطأ سأجد لك بخيارين صح أم خطأ وأنت ستختار واحدا فيها. أبو حافظ، السلام عليكم. أبو حفصة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب السؤال الأول، من القراء من كان
يقرأ آية آية على أو يقرأ آية آية على شيخه فهذا يدل على تواضعهم، على صبرهم، على زهدهم. على زهدهم. ركز. يقرأ آية آية على شيخه، ثم يرجع إلى بيته، ويرجع إلى شيخه مرة أخرى ويقرأ آية، ثم يرجع. هذا يدل على صبرهم. على صبرهم، لقد صبروا كثيرا على تعلم القرآن. تمام؟ طيب. تمام يا شيخ. حارث جبريل محمد، السلام عليكم. حارث جبريل محمد، السلام عليكم. طيب. الذي بعده يعني علي بريكي، السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب. يبدو أن الإنترنت ضعيف جدا. طيب. علي بريكي، السلام عليكم. علي بريكي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ حارث. أستاذ حارث. الحمد لله. الحمد لله. المعذرة على النت يا شيخ. طيب يلا خيرا. من كانت سريرته أقل من علانيته فذلك الفضل، العدل، الجور. السريرة. السريرة، ركز، أقل من العلانية، هذا فضل أم عدل أم جور؟ جور يا شيخ. الجور طبعا. ويعني لكي تتكرر الأسئلة معنا، من كانت سريرته أكبر من علانيته فذلك الفضل، ومن كانت سريرته مثل علانيته فذلك العدل. تمام؟ نعم. نعم. طيب. أستاذ عبد السلام، السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا. طيب، من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن مسعود، ابن عمر، ابن عباس. ابن مسعود. ابن مسعود، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. تمام؟ نعم. صلى بالبصرة، بارك الله فيك. بعد أستاذ، اللهم صل على سيدنا محمد، عبد السلام، جزاك الله كل خير. أستاذ، من لم يجيب يا أحبة؟ أستاذ عبد الرزاق. عبد الرزاق، مرحبا. طيب عبد الرزاق، صلى بالبصرة 60 عاما، لم يخطئ مرة ولا وقف إلا على حرف تمام. الكسائي، أبو حاتم السجستاني، ابن الجزري. أستاذ الكسائي، ابن الجزري، ما ثالث؟ أبو حاتم السجستاني. الكسائي. لا، هذا يا أحبة إمام البصرة، أما بها 60 عاما في التراويح لم يخطئ مرة واحدة ولا وقف إلا على حرف تمام، أبو حاتم السجستاني. تمام يا أحبة؟ تمام. إمام البصرة، أما بالتراويح 60 عاما لم يخطئ مرة ولا وقف إلا على حرف تمام. تمام يا أحبة؟ طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. عندنا عبد الله عدوان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب، طالت صحبته للقرآن وكان يقول إنني ممن زينه الله بالقرآن. الأعمش، خلف البزار، حمزة الزيات. حمزة الزيات. من هو الذي قال إنني ممن زينه الله بالقرآن؟ حمزة الزيات. لا، الذي قال إنني ممن زينه الله بالقرآن هو الأعمش. تمام يا أحبة؟ الأعمش هو الذي قال إني ممن زينه الله بالقرآن. جزاك الله كل خير. طيب، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. أستاذ نبيل، السلام عليكم. أستاذ نبيل، السلام عليكم. طيب، نرجع من الأول. أستاذ علي، السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا.
اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، من هو؟ ابن عباس. ابن عباس، تمام. كان خليفة للمسلمين لكنه ما ترك الإقراء أبدا. مؤمن عبد اللطيف. سيدنا عثمان عمر لم يترك الإقراء، وهو الذي يعني روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من هو؟ طيب، هو عثمان بن عفان، تمام، وهو خليفة كان يقرئ الناس. أستاذ علاء أبو جمال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب، من الأمور الضرورية المعينة على التدبر حفظ الآيات، سلامة التلاوة، إتقان القراءات. سلامة التلاوة أعتقد. سلامة التلاوة طبعاً، يعني حفظ الآيات صحيح هو شيء جيد، لكن إن قرأت بشكل صحيح فإنك يعني تستطيع أن تتدبر القرآن. طيب، بعده إسماعيل أبو محمد، السلام عليكم. إسماعيل أبو محمد، السلام عليكم. طيب بعده أستاذ ياسر، السلام عليكم. عليكم السلام. ورش هو تلميذ للإمام حمزة ابن كثير ابن نافع. نافع. نافع طبعا. ورش عن نافع وقرن عن نافع، تمام. من الأسباب التي توصل القارئ إلى حب الدنيا، حسام الدين، التفاخر، جمال الصوت، نيله السند. التفاخر. التفاخر طبعا. طبعا جمال الصوت يا أحبة يعني هو أمر يعني أريد يعني أريد به في القراءة، زينوا أصواتكم بالقرآن، تمام؟ نعم. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبو موسى الأشعري عندما زين يعني صوته بالقرآن، لكن التفاخر غير محبوب أبدا، تمام؟ نعم. طيب، الآن يا أحبة، طيب صلى رسول الله، اللهم صل على محمد. الآن اكتب المصطلح أستاذ، طبعا كله تأتي اختري أحبة. أستاذ عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. شيخ ضرير وهو مؤلف متن حرز الأماني ووجه التهاني. لا ده ما أعرفوش الحقيقة. هذا يعني يجب على كل قارئ أن يحفظ اسمه. الإمام الشاطبي. الشاطبي، نعم. الشاطبي، متن الشاطبية، تمام. طيب بعده أستاذ أبو حفصة، السلام عليكم. أبو حفصة، السلام عليكم. وعليكم السلام. صحابي جليل إمام أهل الشام، كان يجلس في المسجد بعد الفجر ويوزع الطلاب يعني حلقا عشرة عشرة، ويضع على كل عشرة قارئا أو مقرئا، تمام. فإذا يعني شكل على المقرئ شيء يرجع إليه، من هو؟ أبو حاتم السيستاني. لا، هذا في البصرة، أقول في الشام. إنه أبو الدرداء، صحابي قلنا، صحابي جليل أبو الدرداء رضي الله عنه، تمام؟ تمام. وهذا الشاطبي، ليس الشاطبي، إمام أهل الكوفة، عرف بورعه وزهده وعدم قبول العطايا ولو شربة ماء، خاصة من تلاميذه، وقد أقرأ معظم أهل الكوفة، وقد رأى أن الله يكلمه في المنام. أستاذ حارث جبريل. طيب أستاذ عبد السلام. إمام حمزة. حمزة الزيات، ممتاز، رحمه الله، تمام. وهذا الشاطبي رحمه الله. طيب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك. علي بريكي، السلام عليكم. حياكم الله شيخنا.
قال له النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك. أبي بن كعب. لا وهذا يعني لأجله أو من أسباب جمع القرآن موته. أبو موسى يا شيخ؟ إنه سالم مولى أبي حذيفة. مولى أبو حذيفة. تمام؟ نعم شيخنا. طيب كان يلقب بالمصحف لشدة حفظه وضبطه. عندنا الأستاذ صلاح عبد الله. صلاح عبد الله كان يلقب بالمصحف لشدة حفظه وضبطه. عليكم السلام. ما عرفته. طيب هذا الإمام الأعمش تمام رحمه الله كان يقول شعبة إذا ذكر الأعمش أو إذا ذكر الأعمش شعبة إذا ذكر الأعمش قال المصحف المصحف، يعني يلقب بالمصحف لشدة حفظه وضبطه. تمام يا أحبة، هذا هو الامتحان الأول، نمضي بسرعة. بسم الله. الذي بعده أستاذ زيدان. السلام عليكم. أستاذ زيدان السلام عليكم. طيب أستاذ شوق الجاوي السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب المخلصين، المخلصين ركز هنا في فتحة، المخلصين هم الذين اختارهم الله واصطفاهم لتبليغ رسالته، بينما المخلصين هم الذين يبتعدون عن الشرك والرياء، صح أم خطأ؟ المخلصين، المخلصين هم الذين اختارهم الله، أما المخلصين هم الذين يبتعدون عن الشرك. الصحيح. صحيح تمام. المخلصين، المخلص يعني هناك أحد تمام اصطفاه، هناك أحد اصطفاه، أما المخلص فهو الذي أخلص كل أعماله لله أو كل أعماله لله. تمام، إجابة صحيحة. عبد الله أدوان السلام عليكم. عبد الله أدوان السلام عليكم. عبد الله عدوان السلام عليكم. طيب عبد الرزاق السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإخلاص يورث الفهم والعلم والحكمة وهو وصية الله عز وجل، صح أم خطأ؟ صحيح. تمام. طيب السؤال الذي بعده، يجب على القارئ أن يغتر بمدح الناس له وأن يمقت لذم الناس له، مستقيم مشتري. أستاذ مستقيم. نعم. صح أم خطأ؟ خطأ. خطأ طبعا، لا يغتر ولا لا بمدح الناس ولا بذمهم. طيب أستاذ نبيل السلام عليكم. نبيل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان القراء يذهبون إلى شيوخهم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم اسمع، كان القراء يذهبون إلى شيوخهم في الحر وفي الشتاء وفي الأمطار، فهذا يدل على همتهم العالية، صح أم خطأ؟ صحيح. نعم صحيح، بارك الله فيك. صح. تمام بارك الله فيك. نرجع من الأول، كان المقرئون لا يقرئون القرآن في مواطن الرباط ولا الجهاد خوفا من غدر الكافرين، أستاذ علي. علي خطأ شيخنا. خطأ تمام، يعني هاي هناك أسئلة مكررة. تمام، انشغل القراء بالقراءة والإقراء دون رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمن عبد اللطيف. خطأ طبعا. خطأ يعني احنا نقول الاثنين.
تمام. كان القراء يطلبون من الناس النفقة لأجل ترحالهم لطلب العلم والإقراء لقلة وقت العمل والكسب لديهم. أستاذ إسماعيل أبو محمد. طيب أستاذ علاء أبو جمال. خطأ. طبعا خطأ. والسؤال الذي بعده. من لم يجد عمل أنه دخل وكفالة من القراء فلا يجيز له أن يأخذ شيء من المال دون اشتراط رب العالمين. صحيح. صحيح تمام. ينبغي لحامل القرآن أن يكون سيفا مجردا على أهل الأهواء والبدع وقامعا لهم وغيورا على الشريعة. أستاذ ياسر. السلام عليكم. عليكم السلام. صح أم خطأ؟ صح طبعا. صح. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذا في مقام الجهاد لأهل الأهواء والبدع. أما في مقام المسلمين فإنهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحمة. أما عند أهل الأهواء وأهل البدع يجب أن يكون حامل القرآن سيفا مجردا عليه. تمام؟ نعم. طيب أستاذ عبد الرحمن السلام عليكم. وعليكم السلام. ينبغي لقارئ القرآن إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. نعم صحيح. صحيح تمام. أستاذ أبو حفصة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من القراء من كان يقرأ آية آية على شيخه فهذا يدل على صبرهم يا شيخ. صبرهم. السؤال الذي بعده. من كانت سيئته أقل من علانيته فذلك أبو حفصة. الفضل العدل الجور. الجور. ركز. أقل من علانيته الجور. تمام تمام جدا. الجور. على القارئ أن يبحث أولا في تلقيه القرآن عن شيخ متقن سنده عال واعظ. أستاذ حسام الدين. أن يبحث أولا في تلقيه القرآن عن شيخ متقن ثقة. متقن. نعم شيخ متقن. نعم. كان القراء يكتسبون المال من إقرائهم للقرآن من عمل أيديهم من الصدقات. أستاذ عبد السلام. من عمل أيديهم. من عمل أيديهم طبعا. تمام. كانوا لا يأخذون الصدقات ولا يأخذون عذر على إقرائهم للقرآن. طيب أستاذ حارث جبريل، هل الإنترنت عندك ضعيف أم لا؟ أستاذ حارث جبريل. طيب ضعيف الإنترنت. ضعيف جدا. ضعيف جدا. لا أسمع شيئا. الصوت يتقطع. طيب سامحنا أستاذ حارث، طبعا الصوت يتقطع عندك كثيرا. أستاذ علي بريكي السلام عليكم. أستاذ حارث الإنترنت عندك يتقطع كثيرا. أستاذ حارث جبريل. علي بريكي. نعم. إنما يتعثر من لا يصبر، من لا يقرأ، من لا يخلص. والله يصبر ويخلص تقاربات، لكن أعتقد يخلص يا شيخ. يخلص طبعا. قلنا يجب أن يخلص الإنسان، فإذا دخل العجب إلى قلبه خطأه الله. تمام. يتعثر من لا يخلص، وكما قلنا كقصة الإمام عندما أخطأ في الصلاة عندما أما بالخليفة. طيب دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. طبعا ابن عباس أجبناها قبل قليل. طيب ينبغي لمعلم القرآن أن يكون دقيقا في تحقيق الضبط في الإتقان في كلاهما. أستاذ صلاح عبد الله. في كليهما. طيب في كليهما هي أصلا. تمام جزاك الله كل خير. يعني وأنا أنطق بها لا تخرج معي. طيب
كان القراء يفرون من مواطن الشهرة الإمامة الخطابة. أستاذ شوق الجاوي. يفرون من مواطن ماذا؟ مواطن الشهرة أم الإمامة أم الخطابة؟ الشهرة. الشهرة طبعا، لأنهم كانوا يعني أئمة قراء يأمون بالناس، لكنهم كانوا يفرون من مواطن الشهرة. تمام. كان القراء أستاذ عبد الله أدوان، كان القراء يملؤون غرفهم كتبا لعرضها للتباهي بها لحفظها. عبد الله أدوان. وعليكم السؤال التاسع. كان القراء يملؤون غرفهم كتبا لعرضها للتباهي بها لحفظها. لحفظها طبعا. طيب بارك الله فيك. من الأسباب التي توصل القارئ إلى حب الدنيا التكبر بمجلسه، الافتخار كلاهما. أستاذ نبيل. نعم كلاهما. كلاهما صحيح. تمام. طيب اكتب المصطلح. نرجع أستاذ علي. علي السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ ضرير ألف حرز الأماني ووجه التهاني. الشاطبي رحمه الله. الشاطبي رحمه الله. طيب أين فقط؟ طيب اللهم صل على سيدنا محمد. السؤال الثاني. من القائل ركعتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب؟ أستاذ مؤمن عبد اللطيف. لا ما شاعر. ركعتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب. ابن عباس رضي الله عنه. تمام. طيب سياحة هذه الأمة أستاذ علاء وسياحة أمتي. الصلاة. سياحة أمتي. ركز يا محكي احنا بوضع القراءة يعني اكيد. لا سياحة أمتي الجهاد. الجهاد. نعم سائحون أذكره في القرآن. تمام. أحد أنواع الجهاد الذي يهدف لدفع الشبهات والشهوات والشكوك القادحة في الإيمان. أستاذ ياسر. أستاذ ياسر. نعم شيخ اسمعك. أحد أنواع الجهاد الذي يهدف لدفع الشبهات والشهوات والشكوك القادحة في الإيمان جهاد. جهاد النفس. لا جهاد النفس يدفع الشهوات. جهاد. جهاد الشيطان. تمام. الشيطان يدفع في النفس الشبهات والشهوات ويشككه في الإيمان، فعندما تدفع هذه الشبهات فأنت تجاهد الشيطان. تمام. أستاذ عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. سيد القراء ونال شرف حفظ وجمع القرآن الكريم وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع المعارك. سيدنا زيد بن ثابت. أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. تمام يا حبة. انتهينا من الاختبار الثاني. الاختبار الثالث. صح أم خطأ؟ أبو حفصة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعتبر الإمام ابن الجزري هو مؤلف منظومة حرز الأماني ووجه التهاني، صح أم خطأ؟ صح. قبل قليل أجبناها ثلاث مرات. يعتبر الإمام ابن الجزري هو مؤلف منظومة حرز الأماني ووجه التهاني.
من هو الذي ألف هذه المنظومة؟ مدام تزري. الإمام الشاطبي. تمام؟ خطأ. الشاطبي هو الذي ألف هذه المنظومة. العلم يصعد بالهمة ويصف النية ويبصر المؤمن بحيل الشيطان وتلبيسه عليه. أستاذ حسام الدين. نعم شيخنا. طبعاً صح. صح. طبعاً صحيح. تمام؟ طيب. ينبغي لحامل القرآن أن يخلص نيته وأعماله لله عز وجل طمعاً في الوصول إلى محبة الناس. عبد السلام. نعم صح. يا أحبة دائماً يعني هذه نصيحة وأنت تختبر. تمام؟ اقرأ السؤال لآخر كلمة. ينبغي لحامل القرآن أن يخلص نيته وأعماله لله عز وجل طمعاً في الوصول إلى محبة الناس؟ لا. ما بالنا وما بال الناس؟ لا نريد شيئاً من الناس. تمام؟ بلى. طيب. خطأ. خطأ. نعم. إلى محبة الله عز وجل. يعتبر الإخلاص شرطاً مهماً من شروط قبول العمل. السؤال لعلي بريكي. السلام عليكم. أستاذ علي. أستاذ علي السلام عليكم. طيب أستاذ صلاح. صلاح عبد الله. نعم. طيب السؤال الذي بعده. يعتبر الإخلاص شرطا مهما من شروط قبول العمل؟ نعم صحيح. صحيح طبعا. يجب على القارئ أن يغتر بمدح الناس له وأن يمقت لذم الناس. أجبناها خطأ. تمام. كان القراء يذهبون إلى شيوخهم بالحر والشتاء. هذا يدل على همتهم. صح أجبناها. كان القراء يعبرون عن السلامة بالعافية وعن الشهرة بالبلية. صح أم خطأ؟ أستاذ صلاح عبد الله. نعم صحيح. صحيح طبعا. تمام. الشهرة بلية. ينبغي للنفس البشرية أن تكون مطمئنة بطاعة الله عز وجل فتدفع الرياء تارة وتركن له تارة. عبد الله عدوان. نعم. هل سمعت السؤال؟ طيب. ينبغي نفس البشرية أن تكون مطمئنة بطاعة الله عز وجل فتدفع الرياء تارة وتركن له تارة. صح. طب اقرأ آخر ست كلمات. هو تركن له تارة. لا يركن للرياء أبدا. لماذا تركن؟ تمام. ينبغي أن يدفع الرياء في كل أحواله. تمام. إذن إجابة خاطئة. طيب. أخطأ الكسائي في سورة الكافرون وأخطأ اليزيدي في الفاتحة فهذا دليل على أن نخطئ دون حفظ وتثبيت. ما شاء الله. أستاذ شوق الجاوي. أخطأ الكسائي في سورة الكافرين. كافر. وأخطأ اليزيدي في الفاتحة فهذا دليل على أن نخطئ دون حفظ وتثبيت. هل هذا دليل على أن نخطئ دون حفظ وتثبيت؟ هذا دليل على أن نخطئ دون حفظ وتثبيت؟ سورة الكافرون. لا لا لا. طب أين 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 الشيء الخاطئ في الجملة؟ أستاذ شوقي أين الشيء الخاطئ في الجملة؟ الخطأ في الجملة؟ نعم. هي خاطئة. ها هي. اليزيدي في الفاتحة.
هذه هي هي الخطأ. هذا ليس دليلا على أن نخطئ. أخطأ إنما يعني كل امرئ يخطئ. تمام؟ هل هذا دليل على أن نخطئ دون حفظ وتثبيت؟ لا ليس دليلا. تمام؟ من أدعية التعوذ من الرياء وويلاته اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما نال لما لا نعلمه. مستقيم مشتري. أيوة. مستقيم. نعم. نعم. نعم هذا صحيح. صحيح؟ نعم صحيح. نعم. طيب. الآن نرجع أو عندنا أستاذ ياسر وعندنا أستاذ عبد الرزاق. السلام عليكم. عبد الرزاق السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذي حياك الله. كان القراء يجمعون كل عشرة أم كل خمسة أم كل اثنين في الحلقة الواحدة؟ أستاذ كان القراء يجمعون كل عشرة أم خمسة أم اثنين؟ عشرة عشرة. عشرة عشرة طبعا. تمام عشرة عشرة. طيب ينبغي للذي يتصدر القراءة والإقراء أن يكون متقنا للرواية للدراية كلاهما أو كليهما. تمام لكليهما. طيب يا أستاذ نبيل. نعم كليهما طبعا. تمام الرواية والدراية. طبعا الرواية هي التي تختص بالمتن أما الدراية هي التي تختص بالسند يعني عن أحوال الرجال الجرح والتعديل والرواية تختص بألفاظ الحديث. تمام. طيب من كان سريرته أفضل من علانيته فذلك الفضل العدل الدور. أستاذ ياسر. نعم شيخ. سريرته أفضل من علانيته من علانيته ذلك الفضل العدل الدور. ماذا؟ الفضل طبعا. طيب على القارئ أن يبحث أولا في تلقيه القرآن عن شيخ متقن أجبناها. كان القراء يكتسبون المال من عمل أيديهم أجبناها. الإمام الذي كان يعمل في الحنطة هو الإمام شعبة ابن الحطيئة ابن مندة. أستاذ علي. علي لا أدور شيخنا. شعبة الإمام الذي كان يعمل الحنطة هو الإمام شعبة رحمه الله. ينبغي للقراء ألا يهتموا بالعبادات الشبهات المعاملات. مؤمن عبد اللطيف. مؤمن عبد اللطيف. طيب أستاذ علاء أبو جمال. ما كان ينبغي القراء أن لا يهتموا بالعبادات. لا لازم يهتموا فيها. المعاملات لازم يهتموا فيها. الشبهات هي بس يمكن أن لا يهتموا يقعوا فيها. قصدك ماذا؟ الشبهات أن لا لا أن لا يهتموا يقعوا فيها الشبهات. طبعا هدف الجملة هيك. وإن أردنا أن نريحكم يعني أكثر نفعل هكذا. حذف. طيب الهدف من قراءة سير القراء ومناقبهم هو للتسلية للعلم والعمل للقراءة. للعلم والعمل. للعلم والعمل. الإمام الذي أقرأ الكوفة بأسرها هو الإمام حمزة الزيات أبو الدرداء ابن الأخرم. أجبناها حمزة الزيات. حمزة الزيات. طيب الآن أستاذ عبد الرحمن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب المصطلح. تعرف بأنها هي الباعث على الفعل وتوصف بعلو وسفول. الهمة. ممتاز جدا. هي ذروة سلام الإسلام. الجهاد. هو رجل بكاء رقيق القلب وكان يقول هكذا كنا
وهو أحد الخلفاء الراشدين؟ طبعا هذا السؤال لأبو حفصة أو لأبي حفصة. رجل بكاء من الخلفاء الراشدين، كان رقيق القلب وكان يقول هكذا كنا، يعني يبكي ويقول هكذا كنا. هذا عمر عبد العزيز أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طيب، هو شيخ ضرير ومؤلف متن حرز الأماني الشاطبي رحمه الله. تمام، من قائل هذه العبارة؟ اللهم اغفر لي ريائي وسمعتي. هذا يا أحبة اسمه طلحة ابن قليلا فقط، طلحة ابن مصرف. تمام، اللهم اغفر لي ريائي وسمعتي، اللهم اغفر لي ريائي وسمعتي. طيب، انتهينا من الاختبار الثالث، الاختبار الرابع. طيب، يجب على القارئ أن يكون أكبر همه هو جمال القراءة. أستاذ حسام الدين. لا شيخنا. طبعا تمام، أكبر همه إرضاء الله عز وجل. تمام. طيب، أستاذ علي بريكي، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله شيخنا. يعتبر المجاهد أفضل من العابد، ويعتبر الجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام. جهاد يعتبر أفضل من عمارة المسجد الحرام، هل هذا صحيح أم خطأ؟ يعني من أفضل، الذي يجاهد أم الذي يعني يصلي في الحرام؟ كمن آمن الجهاد شيخ. الجهاد طبعا يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. ريح العبير لكم، أنتوا تعطروا، ضعوا العطر والطيب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب. رهج السنابك أي غبار المعركة والغبار الأطيب. صلاح عبد الله، أو قبل صلاح عبد الله، عبد السلام، السلام عليكم. وعليكم السلام. يجب على القارئ أن يعجب بنفسه وأن يغتر بالحفظ والإتقان وطلاقة اللسان وداوة الصوت قدر الإمكان، صح أم خطأ؟ صح. يعجب بنفسه؟ لا، دائما اقرأ السؤال كاملا، إياك أن تجيب بسرعة. طيب، يستحب عند القراءة أو الإقراء بالبيت أن نقرأ بمرتبة التحقيق، بينما في مواضع الرباط فبمرتبة الحدر. أستاذ صلاح عبد الله. نعم صحيح. نعم صحيح، وهذا دليل في قصة الإمام الأزرق عندما كان يقرأ على الإمام ورش، قال ختمت عليه 20 ختمة. تمام، فالختمات التي كانت بالتحقيق كانت في البيت، والختمات التي كانت بالحدر كانت في الرباط بالثغر في الإسكندرية. تمام. طيب، أستاذ شوقي الجاوي، السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا يعتبر ذكر الموت وأهواله من الأسباب التي تعين المؤمن على علو همة والصبر في تعلمه، طبعا هذه أجبناها صحيحة. تمام، كان القراء يكتفون بختمة أو ختمتين بالسند المتصل لانشغالهم في الرباط والكسب والعمل، صح أم خطأ؟ هل كانوا يكتفون بختمة أو ختمتين؟ أستاذ شوقي. خطأ. خطأ طبعا. تمام، لم يكتفوا، بل منهم من قرأ 60 ختمة أو أكثر من شدة إتقان القراءة، أن أحدهم صلى إماما في صلاة التراويح لمدة 60 عاما دون خطأ أو لحن أو وقف غير تام، صح أم خطأ يا حبة؟ هذا طبعا السؤال لعبد الله عدوان.
جاو شكرا للمسألة الشيخ وانا شاء. من شدة إتقان القراء أن أحدهم صلى إماما لصلاة التراويح لمدة 60 عاما دون خطأ أو لحن أو وقف غير تام، وهذا السؤال أجبناه قبل قليل في المصطلح في الاختبار الأول. صح؟ ممكن يكون هذا إجابته صحيحة، وهو الإمام. من يعرف اسمه يا أحبة؟ أبو حاتم. نعم؟ أبو حاتم السجستاني. تمام؟ أجبناه في الاختبار الأول. طيب ياسر طلاع، السلام عليكم. عليكم السلام. المخلصين هم الذين اختارهم الله واصطفاهم، طبعا أجبناه إجابة صحيحة. الإخلاص يورث الفهم والعلم والحكمة ووصيت الله عز وجل، أجبناها إجابة صحيحة. طيب كان للقراء هيبة كهيبة الأمراء لعلو مكانتهم لعلو همتهم لكلاهما، أي كلاهما صحيح. كلاهما صحيح. كلاهما طبعا صحيح. تمام. ينبغي للقارئ أن يكون جافيا متكبرا مازحا دائما لوالديه بارا مستقيم الشري. أستاذ مستقيم طبعا لوالديه بارا. ينبغي لقارئ ومقرئ القرآن أن يطمع بالشهرة والمال بالمنع والعطاء بالجنة. أستاذ علي. علي. نعم شيخنا بس دقيقة. ينبغي لقارئ ومقرئ القرآن أن يطمع بالشهرة والمال بالمنع والعطاء بالجنة. الجنة طبعا الجنة. تمام. مؤلف كتاب سير أعلام النبلاء أستاذ علاء أبو جمال، الإمام الذهبي، الإمام الكسائي، الإمام الشاطبي. سير أعلام النبلاء يكون الذهبي. هذا الإمام الذهبي طبعا، وكتب به يعني كل سير الصحابة والتابعين ومن بعدهم. تمام. طيب كتب الوحي فحفظه وتتبع القرآن فجمعه، هو أبو الدرداء أبي ابن مسعود أستاذ إسماعيل أبو محمد أستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن. نعم أبي بن كعب. أبي بن كعب طبعا. جهاد الكفار يكون بالقلب واللسان بالمال والنفس كلاهما أستاذ حسام الدين. السؤال شيخنا. جهاد الكفار يكون بالقلب واللسان بالمال والنفس كلاهما. كلاهما شيخنا. كلاهما طبعا. هو استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن أبو حفصة. الأخلاق الإخلاص الإكرام. الإخلاص. الإخلاص طبعا. صلاح هذه الأمة يكون من خلال علو الهمة علو الشهرة علو السمعة أستاذ علي بريكي. أستاذ علي بريكي. طيب أستاذ عبد السلام. نعم علو الهمة. علو الهمة طبعا. تمام. من القراء من كان يقرأ آية آية على شيخه فهذا يدل على صبرهم، أجبناها. من كانت سريرته أقل من علانيته فذلك الجور، أجبناها. الإمام الذي قرأ قوله تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون عند احتضاره هو أستاذ اللهم صل على محمد صلاح عبد الله. أستاذ صلاح عبد الله. هل أنت تسمعني أم لا؟
أسمعك لكن لا أتذكر. الإمام الذي قرأ قوله تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون ثم توفي هو أبو بكر النقاش، تمام رحمه الله، هم أهل الله وخاصته، صلاح عبد الله أهل القرآن، أهل القرآن تمام، حديث المسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هي بذل الجهد في قتال الكفار المحاربين والمرتدين بهدف إعلاء كلمة التوحيد. أستاذ شوقي الجاوي من الصحابة، بذل الجهد في قتال الكفار المحاربين والمرتدين، ما هو تعريف ماذا هذا؟ هي بدأوا التعريف أستاذ شوقي، هي هذا تعريف ماذا؟ بذل الجهد في قتال الكفار، القتال قتال الكفار المحاربين والمرتدين بهدف إعلاء كلمة التوحيد. تعريف الجهاد، الجهاد طيب، هو سيد القراء ونال شرف حفظ وجمع القرآن الكريم مقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع المعارك، هو أبي بن كعب رضي الله عنه، تمام. هذا هو الامتحان الرابع، الامتحان الخامس والأخير بإذن الله عز وجل. طيب، كان المقرئون لا يقرئون القرآن في مواضع الرباط ولا الجهاد خوفا من غدر الكافرين، طبعا أجبناها إجابة خاطئة، انشغل القراء بالقراءة والإقراء. انشغل القراء بالقراءة والإقراء دون رواية الحديث عليه السلام، طبعا أجبناها إجابة خاطئة، انشغلوا بالحديث والإقراء. ينبغي على من يتصدر الإقراء والقراءة أن يشتهر صيته ويظهر روعه وتكثر مؤلفاته، هذا خطأ يا أحبة، تمام. طبعا الآن السؤال لعبد الله عدوان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. القارئ المقرئ المجاهد الذي قبع رأس أبو جهل هو ابن مسعود رضي الله عنه، الذي كان يعني ضعيف القامة، وكان هناك دقة في ساقيه، يعني دقيق الساقين وضعيف البنية. معاذ بن جبل؟ لا، هذا معاذ ومعوذ طبعا هم الذين أسقطوه أرضا، من الذي أكمل وقطع رأسه؟ هو الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ أولا صحيحة أم خاطئة؟ خاطئة. الإجابة صحيحة، هو ابن مسعود رضي الله عنه، تمام. معاذ ومعوذ أسقطا أبا جهل أرضا عندما كان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أو لا بجوار ابن مسعود، هو الذي روى الحديث، ويعني كان عن جانبيه عن يمينه وشماله، فيعني قال له الذي عن يمينه يا ابن مسعود أين أبو جهل؟ فقال يعني وماذا تريد منه؟ أبو جهل يعني قوي البنية وكبير الحجم، ماذا تريد أنت من أبي جهل؟ غلام صغير يا أحبة. فقال سمعت أنه يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فلا يفارق سوادي سواده، أي لا تفارق عيني عينه إلا يعني أن أقتله أو يقتلني. فيعني ظن ابن مسعود أن هذا الطفل يعني طفل لا يفهم، وأنه يعني لا يعقل ما يتحدث به، فيعني أزاح النظر عنه، فقال له الذي عن شماله، قال يا ابن مسعود أين أبو جهل؟ قال وماذا تريد منه أنت أيضا؟ قال سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم،
تمام؟ فقال لا لا يعني يخالف سوادي سواده ولا يفارق سوادي سواده إلا أن أقتله أو يقتلني. فقال لهما ها هو ذا، فانقضى عليه كالصقرين معاذ ومعوذ رضي الله عنهما، وأسقطه أرضا، وأخذا يجريان إلى النبي صلى الله عليه وسلم قتلنا رأس الكفر قتلنا أبا جهل. أما الذي أكمل على قتله وجعل يقص وجلس على صدره وجعل يقص ويقطع في رأسه هو ابن مسعود، تمام؟ طيب الآن الأستاذ اللهم صل على محمد مستقيم الشري، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان القراء يردون الآية الواحدة حتى صبع لكي يحفظونها. خطأ. طبعاً ليش؟ يعني يزدادوا تدبراً. يستحب أن نطلب سماع القرآن من قارئ حسب الصوت. هذا السؤال لأستاذ ياسر. يستحب أن نطلب سماع القرآن من قارئ حسن الصوت، وهذا يكون لأصحاب الأعذار كالمكفوفين فقط. خطأ. طبعا هذا خطأ. يستحب أن نطلب سماع القرآن، تمام، من أي قارئ للقرآن حسن الصوت، تمام، وهذا ليس خاصا بالمكفوفين أو بأصحاب الأعذار. طب ما هو الدليل على ذلك؟ الحين طلب النبي من بالضبط. أيوة. الصحابة أن يقرأ. من هو؟ ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال اقرأ علي يا ابن مسعود. قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ نزل عليك جبريل بالقرآن، تمام، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فأخذ يقرأ عليه حتى إذا وصل قوله تعالى حتى إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال حسبك، ونظر إليه ابن مسعود، نظر ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عيناه تذرفان صلى الله على سيدنا محمد. طيب أستاذ عبد السلام، السلام عليكم. وعليكم السلام. الإخلاص هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، صح أم خطأ؟ خطأ. ليش خطأ؟ هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. ما معنى إخلاص؟ أن نخلص العمل لله عز وجل. لله عز وجل. صح، تمام؟ نخفيه عن ملاحظة المخلوقين. إذا إجابة صحيحة. من تعلم لأجل الدنيا لم يجد عرف الجنة أي رائحتها، صح أم خطأ؟ هذا الأستاذ علي علي. خطأ. ليش خطأ؟ ما بالكم يا أحبة؟ لأنه الاختبار الخامس يعني؟ إذن سأجعله يعني أغلب الاختبار من اختبار الخامس لأنكم لا تجيبون بشكل صحيح فيه. من تعلم لأجل، طيب، من تعلم لأجل الدنيا لم يتعلم لأجل الله ولا لأجل الآخرة، أشرك مع الله عز وجل، لم يجد عرف الجنة، تمام؟ الصحوة. صحيح. كان القراء يفرون من مواطن الشهرة ومن مواطن الجهاد. أستاذ علاء أبو جمال. الدين شهر. كان القراء خطأ. طبعا خطأ. أيوان يذهبون إلى الجهاد، تمام؟ يعتبر عمل المؤمن أبلغ منه من همته. أستاذ عبد الرحمن. عبد الرحمن لو سمحت الشيخ. نعم شيخنا. الحين السؤال، كان القراء يفرون مواطن الشهرة ومن مواطن الجهاد. طيب كان هم يفرون مواطن الجهاد؟ هذا خطأ. خطأ طبعا، خطأ. آسف. كان القراء يفرون من مواطن الشهرة، تمام، ولا يفرون من مواطن الجهاد، تمام، ولا يفرون من مواطن الجهاد. خطأ، إجابة خاطئة. بارك الله فيك. صح ما شاء الله عليك. طيب أستاذ عبد الرحمن، السلام عليكم. وعليكم السلام.
يعتبر عمل المؤمن أبلغ من همته. لا هو المفروض خطأ. طب وش الصحيح؟ إن الهمة تكون أعلى. أعلى. طب ما الدليل؟ لا مش عارف أنا بصراحة فكرت. الدليل يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها. فلم يعملها. كان نعم كتبت له حسنة كاملة. نعم كتبت له حسنة. نعم. حسنة كاملة. تمام. يبقى الهمة أبلغ من العمل. طيب أستاذ أبو حفصة. السلام عليكم. وعليكم السلام. جميع ما يأتي من صفات القراء ما عدا تواضعهم، طيب أنفسهم، دنو همتهم. دنو همتهم. دنو همتهم طبعا. ينبغي لمقرئ القرآن أن يرقق قلوب طلابه من خلال المواعظ، الموائد، المواهب. علي بريكي. المواعظ يا شيخ. طبعا المواعظ. تمام. إنما يتعثر من لا يخلص. أجبناها. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه التأويل. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: الذي يمشي على الرمال يعرف أثره لا صوته، مثال لي. إخفاء العمل، إتقان العمل، إظهار العمل. حسام الدين. إخفاء العمل. إخفاء العمل طبعا. تمام. يرى الأثر لكن لا يسمع الصوت. جمع القراء بين الإقراء والجهاد والعمل كلاهما. أستاذ عبد السلام. نعم شيخ. أنا نعم كلاهما. طبعا كلاهما. لماذا يا حبة؟ لأنهم كانوا لا ينتظرون الصدقة من أحد، كانوا يعملون ويكسبون يعني بكسب أيديهم، وكانوا يجمعون أيضا بين الإقراء والجهاد، فكانوا يجمعون بين الإقراء والعمل في الدنيا والجهاد في سبيل الله عز وجل. كان القراء لا يمدحون أنفسهم بما فيهم بما ليس فيهم كلاهما. أستاذ صلاح عبد الله. صلاح عبد الله السلام عليكم. أستاذ صلاح عبد الله. طيب أستاذ شوق الجاوي السلام عليكم. عليكم السلام. كان القراء لا يمدحون أنفسهم بما فيهم بما ليس فيهم كلاهما. بما ليس فيهم. هم يعني كانوا يمدحون بما فيهم. يمدحون كلاهما. كلاهما يعني لا يمدحون أنفسهم بما فيهم ولا يمدحون أنفسهم بما ليس فيهم. تمام. أيضا كلاهما. الناس. أستاذ عبد الله عدوان. طيب. كان التابعي الإمام الأسود بن يزيد رضي الله عنه ورعا تقيا صواما أم قواما حجاجا أم كلاهما؟ طبعا كلاهما سأجيب قبلك. تمام. طيب الآن كان القراء يرددون الآية قرابة 100 مرة لحفظها شفاء لقلوبهم كلاهما. كلاهما. ركز. قراء يعني هذا قارئ. هذا قارئ. تمام. قارئ وحفظ القرآن يعني يرددها لماذا؟ شفاء لقلوبهم. شفاء لقلوبهم. تمام. لأنه قارئ وحفظ القرآن. كان كله كلاهما قلت يمكن خلص كلاهما. طيب تنغرش المرة الجاية. طيب بسم الله. الذي بعده أستاذ مستقيم مشتري. السلام عليكم. الإمام الثقة الضابط وهو صاحب الرواية التي ملأت الآفاق والبلدان. من الذي روايته ملأت البلدان؟ عاصم شيخنا.
حفص عن عاصم، حفص تمام، رواية أقصد، ليس صاحب القراءة، صاحب الرواية تمام. الصحابي الذي كان يقسم الليل إلى ثلاثة أقسام، للنوم وللحديث وللقرآن، أستاذ ياسر. نعم شيخ. سأجيب عنك، إنه أبو هريرة رضي الله عنه تمام. أحد أنواع الجهاد الذي يدفع يهدف لدفع الشبهات والشهوات وشكوك القدح بالإيمان. يلا أستاذ. جهاد الشيطان. طبعا جهاد الشيطان، جهاد الشيطان. ممتاز. طيب الآن أحد الخلفاء الراشدين، هذا السؤال يعني لطالب قد أتى قبل قليل، محمد حمدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا يعني نظرت إلى اسمك أول ما نزلت في الغرفة. جزاك الله خير سيد. أحد الخلفاء الراشدين، هذا يعني آخر سؤالين في الخمس اختبارات، يعني سننهي إن شاء الله. أحد الخلفاء الراشدين والذي روى حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عثمان. عثمان رضي الله عنه وأرضاه. رضي الله عنه. تمام. عثمان رضي الله عنه. طبعا أستاذ علي السؤال الأخير، من القائل وحفص وبالإتقان كان مفضلا؟ شاطبي. الشاطبي. أستاذ محمد، أقول أستاذ علي الذي سيجيب. ما نسأل. طيب هكذا يا أحبة، انتهينا من خمس اختبارات. تمام يا أحبة، خمس اختبارات. طبعا المحاضرة مسجلة وسأرسلها لكم على المجموعة. تمام. الاختبار سيكون من هذه الخمس اختبارات. تمام، من الخمس اختبارات. ممكن يعني هذا قليل جدا، ممكن مثلا أكون يعني السؤال يكون كان المقرون لا يقرؤون القرآن، يعني أحذف لا. تمام، تصبح كان المقرؤون يقرؤون القرآن في مواطئ الرباط. تمام، يعني ممكن أن أعدل في الأسئلة هذه لكن لن أغيرها. تمام يحب، لذلك اقرأوا الأسئلة جيدا. الامتحان سهل بإذن الله عز وجل وليس صعبا. كل الأسئلة قد يعني قد حللناها قبل قليل. عبد الله، تقدر تبعث لنا الأسئلة ولا كيف؟ لا لا لا، سأرسل لكم رابط اليوتيوب وأنتم يعني تراجعون من خلال الرابط. تمام؟ تمام إن شاء الله. جزاكم الله كل خير، بارك الله فيكم. هل أحد عنده سؤال يا أحبة؟ كم عدد السؤال يكون في الاختبار؟ ممكن يعني ما يعني لن تفرق معكم من 30 من 50، يعني يحرص الجميع على أن يأتي من بعلامة كاملة، يعني لا عذر لأحد أن تذهب منه علامة واحدة. دام يا أحبة لقد سهلتها عليكم كثيرا. تمام أحبابنا، موعد امتحان يا أحبة غدا في نفس موعد المحاضرة، غدا في نفس موعد المحاضرة. تمام يا أحبة، موعد الاختبار غدا في نفس موعد المحاضرة، وسيكون الاختبار اختر الإجابة الصحيحة، جميع الاختبار هكذا، وسأجعل لكل طالب كلمة مرور خاصة به كاختباري التأهيلية. تمام، يرسل لي على الخاص باسمه وتاريخ ميلاده، إن أرسله سابقا يعني يرسل لي، أرسل لي كلمة المرور وأرسلها إليه من صفحة الاختبار، لأن ذلك يحسب عليه علامة غش في الاختبار. وطبعا يا أحبة الأمانة مطلوبة من الجميع، وبارك الله فيكم. هل أحد عنده سؤال؟ طبعا يا أحبة الأخوات يعني شيخنا لو سمحت، مدة الاختبار كم إن شاء الله؟
يعني في نفس موعد الاختبار، في نفس موعد المحاضرة، يعني هي الساعة 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، نفس ما بدأنا اليوم. طبعا يا أحبة متاح لمدة ساعة أو ساعتين شيخي؟ متاح، يعني سننظر يعني كم سأجعله مفتوحا. نعم طيب شيخ. طيب لأننا لأن نحن في عمان متقدمين على مكة بساعة. لا تقلق لا تقلق. جزاك الله خير شيخ. إن شاء الله. الآن يا أحبة طبعا الاختبار يعني للإخوة فقط، طبعا الأخوات هناك قسم للأخوات، هناك قسم للطالبات، وهناك دورات أخرى للطالبات، وبارك الله عز وجل فيكم. هل أحد عنده سؤال؟ هل أحد عنده سؤال؟ الذي عنده سؤال يفتح المايك ويسأل مباشرة. هل أحد عنده سؤال؟ طيب بارك الله فيكم أحبابنا، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من سكان الفردوس، وأن نشرب من يد المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.